بصراحة نكلمك على الميدان اللي نشرفه، الميدان الاتصالي، ما نتكلمش على ميدان الرياضة ولا على ميدان الأمن ولا ميدان الداخلية طبعا ولا ميدان التربية، لأن البارح كانوا أربع وزراء، وزارة التربية، وزير الشباب والرياضة، ووزير العدل، وكذلك لا وزير الشباب ووزير الرياضه عفوا، وكذلك يعني السيد ماجور احمد مصيلا والسيد الجنرال ماجور عبد الغني. ما يهم قطاع الاتصال، الوزير الاول طلبني باش نوجدوا حمله شامله في الاتصال في الاشهار باش نوعوا الجزائريين، يعني حمله للنصف كل الصحف وكل الاذاعات، الاذاعات الجهويه والاذاعات الوطنيه و كذلك كل التلفزيون. هذه حملة باش توعي الجزائريين على يعني لاباك بقول تاع العنف، مش غير في الملاعب لكن العنف، العنف في كل المجتمع، لأن العاصمة قريت الصحف الاجتماع النفسية تاع الكونسيي تاع المينيستيريال، ما كانش غير فوكاليزي على العنف في الملاعب، طبعا تكلمنا على العنف في الملاعب، لكن تكلمنا على العنف في كل يعني الظاهرة تاعو وكل الجوانب تاعو في كل المجتمع الجزائري. إذا كوزير الاتصال هذا وش طلب مني وزيركم.